And also when you study the blessings behind any deed. So for example, with regards to the wudu, how many times a day do we do wudu? At least 5 times, maybe sometimes more than that, we do wudu. Yet, many of us are totally ignorant of the blessings of wudu. When we study in Sahih Bukhari, that the Prophet ﷺ said, that for every drop of water that touches your skin for wudu and then falls off, one sin falls with it. Your sins are wiped away with every single drop of water. When we study that the Prophet ﷺ said, that on the day of judgment, the light of Allah, the beauty of a mu'min will reach every single place that he used to do wudu. When we study on the day of judgment that the Prophet ﷺ will call out to the believers to drink from the fountain, the Haud, and only those who have an invitation can come. There is a water fountain, Haud, and everyone will want to drink, but you need an invitation. You need Davatnama to get there. And the Prophet ﷺ will give it to you directly. The Sahaba asked him, Ya Rasulullah, how will you recognize all the Muslims on that day? How will you know that? He responded, by the marks of wudu on their bodies. Now let me ask you, I only mentioned 3 hadith, there are 20, 30 out there. Next time you stand up to do wudu in front of that faucet or that sink, in front of that water, are you not going to think, this wudu will help the Prophet ﷺ recognize me? This wudu will forgive the sins I have just done? This wudu will help the blessings of Allah shine upon me on the day of judgment? The same wudu that your father taught you, now all of a sudden increases in its importance and spirituality. Why and how? Knowledge. Knowledge of the blessings of wudu. And this is just, I said 3 hadith. There are at least 30 hadith about wudu. Hundreds about the prayer. Dozens about the salah and the zakah and the siyam. Read about these hadith, study them. And automatically your khushu', your iman, your spirituality goes to all new highs. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حل له شفاعتي يوم القيامة. صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها 27 درجة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح
أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله به الخطايا. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.